حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت مصادر صحفية إن حكومة السودان رفعت تخصيصات الوزارة بنسبة كبيرة، ما يمكن من فتح الباب واسعا للتوظيف العشوائي وغير المدروس. وبحسب مراقبين فإن نسبة التوظيف العشوائي زادت في الموازنة الحالية بنسبة 13% عن الموازنة السابقة، واستحوذت وزارة التربية بنسبة فقط 500%، فيما جاءت وزارة الصحة ثانيا بأكثر من 300%، وحلت ميليشيا الحشد ثالثة بنسبة 95% من التوظيف الجديد، متفوقة بذلك على وزارة الدفاع والداخلية التي وصلت نسبة التوظيف فيها إلى 30%. كشفت اللجنة المالية النيابية عن أقصى موعد لإقرار الموازنة المالية للعام الحالي، وقال عضو اللجنة جمال كوجر قال إنه حتى الآن غير واضح موعد إقرار الموازنة، وإن أقصى موعد لإقرار الموازنة يجب أن يكون قبل نهاية شهر أيار القادم. هذا وأنهى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و24 و25، كما تمت القراءة الثانية للموازنة يوم الأحد الماضي. وضعت وزارة التخطيط الحالية في العراق شرط إقرار الموازنة المالية لإجراء التعداد السكاني للبلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء التعداد السكاني، وتنتظر الوزارة إقرار الموازنة، مبينا أنه إذا أقرت أو تم إقرار الموازنة فإن إجراء التعداد يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 أشهر لإكمال متطلبات التعداد. وأشار الهنداوي إلى أن تحديد موعد إجراء التعداد من اختصاص اللجنة العليا للتعداد السكاني. وفي إجراء اعتبره مراقبون حافزاً لاستمرار الفساد في الدوائر الحكومية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقسيط الأموال الواجب استردادها من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية. وقالت الوزارة إن الإجراءات بحق المتجاوزين ستكون عبر تقسيط المبالغ لمدة تصل إلى 10 سنوات للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق رصد 163,000 متجاوز على شبكة الرعاية الاجتماعية. حمل نواب في هيئة النزاهة وزارة الخارجية والجهة التي كانت تديرها ما بين عامي 2006 و2014 مسؤولية بيع قناة خور عبد الله إلى الكويت، داعين إلى إعادة فتح هذا الملف. ونقلت وسائل إعلام عن أعضاء في هيئة النزاهة قولهم إن خور عبد الله ممر مائي عراقي منذ مئات السنين، وقد قام أشخاص في وزارة الخارجية ببيع القناة مقابل رشوة ضخمة، محذرين من خسارة العراق لمشروع مياه الفاو بسبب بيع من سموهم بالفاسدين لخور عبد الله. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.